<مضح> إنه الجرس، إذا لنذهب لنفتح الباب ونعود لكم. يا إلهي إنها بطاقة البايزيرا، وصلت بطاقة البايزيرا بعد ما قمنا بطلبها لمدة تقريب شهر، إذا الآن سنقوم بتفعيل البطاقة في هذا الفيديو، تابعي الشرح إلى الآخر. البطاقة وصلتني في مدة 34 يوم. إذا إخواني كما ترون هذا هو الظرف الذي وصلني، آه نقوم بفتحه، نقوم بفتح هذه الرسالة، إذا هذه البطاقة موجودة بالداخل. لاحظوا معي هذه الورقة التي جاءت معها فهي عبارة عن بعض التعليمات يجب اتباعها، أقول لك بانه لديك مده ثلاثة اشهر من اجل تفعيل البطاقة، في حال انك طلبت البطاقة ولم تفعلها في مدة ثلاثة اشهر سيتم الغاء البطاقة نهائيا، قد يستفسر احد الاخوة ويقول انا طلبت البطاقة ولم تصلني في مدة ثلاثة اشهر ولازلت زلت انتظر لاكثر من ثلاثة اشهر، فهل سيتم الغاء البطاقة؟ في هذه الحالة لا ادري اخي، اذا في حال حدث معك هذا المشكل يمكنك التواصل مع الدعم اذا اخي واختي اذا كان وصلتك البطاقة لنقوم بتفعيلها مع بعض الان. أولا ندخل على الموقع ونقوم بتسجيل الدخول نضغط على لوجين من هنا نقوم بإدخال الايميل وكلمة السر ونضغط على لوجين وبعدها نقوم بالضغط على بايزيرا فيزا تظهر لنا هذه النافذة نقوم بغلقها نضغط على ساند تصلني رسالة نصية في الهاتف وصلتني الرسالة نقوم بكتابة الكود أو الأرقام التي تظهر في الرسالة ونضغط على تشيك كود الآن سوف نقوم بالضغط على اكتيفيت ذكرت من هنا تظهر لدينا هذه النافذة، كما تلاحظون في هذه المرحلة يطلب مني إدخال كود السي المكون من ثلاثة أرقام، هذا الرقم أين نجده؟ سوف نجده في خلف البطاقة، تقوم بعكس البطاقة للجهة الخلفية، سوف تجد ثلاثة أرقام في هذا المكان أمام المكان الذي طلبت منكم أن تقوموا بالإمضاء خلف هذه البطاقة، فهذا المكان هو مخصص للإمضاء كما شرحنا سابقاً، وهنا تجد ثلاثة أرقام هي خاصة بكود السي هذه هي الثلاثة أرقام التي سنحتاجها، نعود للحساب نقوم بإدخال هنا كود السي في إذا إخواني قبل تفعيل البطاقة للتذكير بأنه مسموح لك بثلاث محاولات لكتابة كود السي لذلك كن حريصا أن لا تخطئ في كود السي لأنك إذا أخطأت ثلاث مرات متتالية سوف يتم حظر البطاقة إذا أنا سوف أقوم بإعادة التأكد من الرقم وبعدها نضغط على أكتيفيت من هنا إذا كما تلاحظون تم إعطائي كود مكون من أربع أرقام وهو الكود بين هذا الرقم وسوف نحتاجه أيضا لذلك سوف أنا أقوم بنسخه سوف أحتفظ به مع البطاقة الخاصة بي بعدها نضغط على أوكي صالحة لمدة أربع سنوات البين كود أو الكود بين إذا كان ضاع منك يمكنك أن تقوم بإعادة طلبه بالضغط على Receive بين كود تظهر لديك نفس الواجهة السابقة هذه هي وتقوم بإدخال كود السي مرة أخرى وتضغط على Receive بين كود وبهذا اخواني نكون قد فعلنا بطاقه البايزيرا الى هنا نكون قد انتهينا من هذا الشرح اذا كان لديكم اي اسئله اتركها لدينا تحت هذا الفيديو في التعليقات او مراسلتنا عبر صفحتنا في الفيسبوك اذا كان اعجبك هذا الفيديو قم بمشاركته مع اصدقائك والى ذلك الحين اشكركم اخواني على المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته <applause>